أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً.